أنتم هنا في آمان، أنتم هنا في حمايتنا، نحن نذود عنكم الأخطار، خارج الأسوار تكمن الأخطار، أنتم هنا في الأمن والآمان. دكتور نياس، وصلت لك الليست بتاع دويات جدد؟ ما تقلقش روحك يا سي حازم، هاتوا نتصرف. دواياتكم المضروبة وحربش النوم ما عادش تفل فيا. لازمني حاجة أقوى، كي ضربة السيف تقص الحكاية من عروقها. سكرت كل شيء برا؟ سكرنا، ما الحس ما لقيناوش حل. مظاهرات عمال تقوى، والناس نسمع في كل شيء. وجماعتنا ولا يعاودوا في كلامهم كل بابا غايب. سنعرف كيف نختار اللحظة المناسبة للقيام بالانتفاضة. رسالة فلاديمير ليتش لينين لحزب العمال الاشتراكي، قيس بلشيفيك 1907. لا تفكروا، نحن نفكر في مكانكم، أنتم هنا. كنا خصيك من رجولتك، كنتي ماكش راجل للوجه يبقى معاك هزقيت. أنتم هنا في آمان، أنتم هنا في حمايتنا، نحن نذود عنكم الأخطار، خارج الأسوار تكمن الأخطار.